فيديو جديد. كما شفتوا البنات في الفيديو السابق هضرنا على اساسيات دهاز العروس، يعني شنو تاخذ في هكذا الحوايج البلدي، شنو تاخذ في الحوايج الحمام، الاكسسواريز، الميكاب، العطور، شنو المهم الاساسيات اللي كتحتاج كل عروسه في الدهاز ديالها. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الدفور وعلى الضيافه وشنو خاصو يتحط. طبيعه الحال ماشي اي حاجه خاصها تحط، خاصكم تردوا البال شي حوايج. اهم حاجه هو لانشغي، يعني لي شوميز دو نوي ولي دو بياس، هادو ما تحطوهمش في الضيافر. هادشي كان زمان ماشي مشكل، كانت الحفله بالعائله وكذا، يعني كانوا الناس كيحطوا دو بياس ما عندهمش مشكل. في هذا الوقت هذا لا، كتجي حشومه حيت العرس تبارك الله كيكون كبير وكيكون الناس مخلطين وكيكون يعني وتبارك الله الاغلبيه اللي كيهزوا الضيافر كيكونوا رجال، يعني حشومه انك تحطي دو بياس ولا تحطي شوميز دونوي. كتقدروا تحطوا بينوارات بحال هكذا ديال الساتان بالدونتيل، كتقدروا تحطوا حتى بيجامات ديال الساتان. بغيتي تحطي شي حاجه فيها الشوميز دونوي ولا كذا، من الافضل انها ما تبانش، ديريها في شي بواط ولا ديريها في شي حاجه بهذا الشكل هذا بحال هكذا. كتقدري ديريها في بواطه، في اي بواطه عندك، ماشي بالضروره فيكتوريا. بهذا الشكل كتحطيهم هنايا وكتسدي عليها. المهم لانشغي ما خصوش يبان، اوكي. بالنسبه للضيافه حاولوا ما تكثروش فيهم بزاف، راه ملي كيكثروا راه كيبان داكشي بحال الرحيل، راه ما كيبقاش باين انه دفوع. يعني ما الضيافر حطوا الاساسي، مثلا الطيفور ديال التمر والشكلاط، الطيفور ديال الاكسسوار داك الذهب اللي كيجيك دوك لي كولي، الطيفور ديال البلدي، الطيفور ديال الميكاب وسكين كير وهكا، ولا ديال الحمام فيه بينوار شي باك بحال هكا، وطيفور كيكون فيه هكا صبيبطات وصنيدلات وسيكان. انا هادشي اللي كنقول، ما خاصش داكشي يكون كتير بزاف. انا عرفت العروسه كتبغي تفرح براسها وداكشي، انا عارفه هادشي، ولكن الحاجه الا كثرت بزاف راه ما كتبقاش باينه كلاس. انا عارفه كاينين مختصين في الدفور والحفلات، يعني هما اللي كيقادوا هادشي للعروس، مي كاينين الناس اللي الله يحسن العوان ما كيقدش، يعني كتكون الحفله كبسيطه على قدا وكيحاولوا انهم يوفروا ويديروا شي حاجه زوينه بطبيعه الحال. قلت انا ما فيها باس، يعني ممكن الواحد انه ياخذ الريبون بحال هكا كياخذوا عند الناس اللي عندهم هادشي الحفلات، او للناس اللي كيبيعوا الحلويات وبحال هادشي، يعني ولا الناس اللي عندهم الخياطه، المحلات ديال الخياطه ممكن تلقاو هكا الريبون. كتاخذوا الرولو كيكون شويه وافي باش تقدروا انكم تغلفوا كاع الدهاز ديالكم بهذا الشكل. ها انتم انا عطيتكم مثال، شوفوا كيفاش كتجي، هذا تيجيو هكا كيوت، كيجيو زوينين. فوالا انا عطيتكم غير كمثال، انا قديتهم بهذا الشكل هذا، وكيكونوا بزاف ديال النواع. ها انتم شوفوا بحال هكا، عاوتاني كتاخذوا بحال اورغانزا بهذا الشكل، كتكون فيها البغيو وكتزيدوها مع الريبون بهذا الشكل. ها انتم شوفوا، ما عندكمش لابواط كتقدروا تاخذوا غير الساشيات بهذا الشكل. ها انتم الساشيه ديالكم كديروا ليها حتى هي الريبون الا عندكم توفره. ها البنات، المهم الريبون فيه شكل ونوع وسهلين، وفي نفس الوقت كيبينوا صراحه، يعني ملي كتحطيهم في الضيافه وكذا كيبانوا زوينين. فوالا البنات شوف، انا البنات تبارك الله ما شاء الله، انا حطيت لكم حوايج ديالي هنايا باش نعطيكم مثال على الدفوع كيفاش كيتحط. للاسف ما عنديش طيافر كيف قلت لكم باش نقدر نفرق يعني كل طيفور شنو نحط فيه، ولكن الفكره راه غادي توصل.
هانتوما شوفوا بحال تقدروا تاخذوا طيفور واحد تحطوا فيه لي كوفري ديال لي بارفان اللي عندكم بحال هذا الشكل. هذا الا عندكم سميتو كوفري كبير بهذا الشكل حاولوا انكم ما تكثروش معاه حيت تبارك الله كيجي كبير وكيشد لي سباس بحال هذا. تبارك الله شوفوا كيفاش داير حماوي كيجي غزال ديال فيكتوريا سيكريت. دونك كتحطوا معاه غير شي جوج ولا ثلاثه باش ما يجيش طيفور عامر بزاف. فوالا كل وحده والذوق ديالها. انا حطيت هنا غوتشي وكاع فالونتينو تشي لي بارفان اللي كيعجبوني. شوفوا لانجري انا مخبيه هنايا هانتوما شوفوا. المهم ما خصوش يبان. فوالا البنات شوفوا هانت كاين هذا البوكس حاطه فيه الاوب دو بارفان البادي ميست البادي لوشن بحال هكا. المهم نتوما كديروا داكشي على حسب الذوق ديالكم. فوالا هذا تقدروا انكم تبينوه في الطيفور ماشي مشكل. فوالا البنات بارفان وكاين هاد البينوار الساتان حطيتو بهذا الشكل هذا في البوكس. فوالا كيفاش كيجي تبارك الله كيجي غزال حتى هو كتقدروا تبينوه. بالنسبه للصبيبطات ديالكم والسيكان هكا ديال الحضور كتحطوهم بهذا الشكل هذا. كتحطوا لابواط وتحطوا حداها السنيديله ولا الصبيبيط باش تبان بهذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا فوالا البنات هانتوما هادي ديال لا مارك ميشكا نفس لا مارك ديال هاد السنيديله. شوفوا كيفاش يجيو غزالين. المهم كل وحده واللون اللي كتحط. انا عندي غير هاد البلوغوار راني حاطه هنايا ومايكل كورس حتى هما لي ساك ديالكم ولا صبيبطات الا عندكم شي حاجه هكا اونصومبل كتحطوها تحطوا حداها البوكس ديالها بهذا الشكل. فوالا البنات البنات بالنسبه للميكاب والسكين كير حاولوا انكم تحطوه في بوكس واحد حيت هو كيبقى صغير. يعني ما تكثروش لي بوكس في الميكاب بزاف بحال هذا الشكل هذا. انا جمعتهم في استيلودر فواحد بوكسه بهذا الشكل هذا. المهم البوكس اللي عندكم فوالا تتحطوا فيهم الكريم سكين كير ديالكم بهذا الشكل. تتحطوا فيهم هكا الليبستيك البلاش الباودر المهم فونديشن داكشي اللي عندكم. كتقدروا تخليوه محلول او لا تقدروا تسدوه باش ما يتشتش داكشي اللي وسط منه حيت الميكاب كيبقى يعني برودوي صغير. فوالا ندوزو البنات الحوايج الغاليين. يعني انا كما شرحت لكم قبل بالنسبه للصبيبطات والسيكان الغاليين الاكسسواريز حتى هما غادي تحطوهم بوحدهم. بطبيعه الحال الطيفور ديال الاكسسوار اللي كيكون فيها كاليكولي الخويتمات البراسلي شي مكانه بحال هكا وتتحطوها في الطيفور بوحدو. والطيفور ديال الصبيبطات والسيكان وكذا كتحطوه بوحدو يعني ما تخلطوهمش باش يجي داكشي متول. فوالا البنات الا عندكم عاوتاني شي بوكس بحال هذا الشكل هذا ديال الميكاب ولا سميتو تقدروا تحطوه كيجي حتى هو زوين ومتول. فوالا المهم هذيك فكره وصافي الله يكمل بالخير البنات. ماشي كاع داكشي اللي شريتو في الدهاز ديالكم غيتحط في الدفوع. اوكي كيتحط غير الحوايج الغاليين الحوايج اللي كتشوفيهم انهم يعني في الحطه كيحمروا الوجه شي حاجه زوينه كتجي هكا بلا بوط ديالها شي حاجه انت شريتيها غاليه يعني في لي مارك بحال هكا اللي معروفين سيكان صبيبطات يعني بحال هكا شي تكشيطه شي قفيطين شي حاجه مهيبه بحال هكا هماويه هي اللي كتحط في الطيافر. ماشي كلشي يعني الحوايج الخاص الحوايج العاديين ديال الدار وداكشي اللي غادي تستعمليه من بعد داكشي حطيه في لافاليز ديالك يعني كتجمعيه وكتدي معاك. الطيفور كيتحط فيه ربعة ديال البياس خمسة البياس يعني ما تكتروش على هكذا. الحاجه اللي كتحط في لابواط ديريها في لابواط. حطي مثلا صاشي نوعي باش داكشي يبان منظم وزوين ويباين باين واضح يعني حتى في الفيديو كتبان الحاجه نقيه وكتبان متوله وكتبان شيك يعني ما يبانش داكشي معرم هكاك. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم والله يكمل بالخير على جميع العروسات. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. يلا بسلامه.